الآن وصلت سيارة الفريق الزميل محمد الخضر والزملاء جوليوس رزق وموسى أحمد أيضا في هذا الفريق الذي رافق حملة الجيش السوري انطلاقا من مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي وصولا إلى مدينة دير الزور. نعم وصلت هذه السيارة الآن. وصل فريق الميادين إلى نقطة اللقاء التي نعم عبد الرحمن. نعم أسمعك مجد. إذن مشاهدينا وصل وفد الميادين من الشولة. نعم محمد الخضر تنضم إلينا الآن، أنت أتيت من محور الشولة، تحدثنا من أين أتيتم إلى أين وصلتم الآن وهذه نقطة الالتقاء محمد؟ نعم يعني وصلنا إلى هذا المكان الذي تواجد فيه زملاؤنا زميلنا مجد والفريق خالد الكيف ورضا سم في هذه الساحة في ساحة البانوراما. أنا الآن أتوجه إلى الزملاء. نعم يعني الآن نلتقي مع الزميل محمد الخضر. مرحبا مرحبا. نعم عبد الرحمن الآن يعني أصبحنا أنا والزميل محمد الخضر سويا على مدخل مدينة دير الزور الغربي. وصل فريق الميادين إلى هذه النقطة، نقطة البانوراما غرب مدينة دير الزور، بعد متابعة مجريات العمليات العسكرية التي دارت خلال يعني أسابيع قبل يعني نعم يعني أسابيع من العمليات العسكرية انطلاقا من مدينة السخنة باتجاه مدينة دير الزور مرورا بالعديد من البلدات التي كانت تعتبر بمثابة خطوط دفاع أساسية لتنظيم داعش في تلك المنطقة. الحمد لله على السلامة زميل محمد، أترك الكاميرا لك للتحدث يعني عن خطوات السير مع هذه القوات باتجاه الوصول إلى مدينة دير الزور وكيف كانت رحلة المسير مع القوات وحملة الجيش باتجاه المدينة. سلمك الله أنت والزملاء. في الواقع هو جهد كبير قامت به وحدات الجيش السوري، جهد عظيم في الواقع حتى الوصول إلى هذه المرحلة وإلى هذه النقطة. طبعا هناك عمل استغرق أكثر من شهرين ونصف الشهر حتى الوصول إلى هذه النقطة. اليوم هي فرحة كبيرة لأكثر من 75,000 نسمة يقطنون هذه المدينة. فرض عليهم هذا التنظيم الإرهابي الحصار القاتل، يعني ندرة في المواد الغذائية، في المياه، في الغياب للكهرباء، كل ذلك حاولت الحكومة السورية، الجيش السوري أمن بالتعاون مع سلاح الجو الروسي الشحنات الغذائية والتي كانت تلقى على المطار ويتم توزيعها. اليوم نحن نرى هذا الطريق طريق مفتوح بالكامل، هذا منجز كبير بالمعنى الإنساني أولا وبالمعنى العسكري في ملاحقة داعش في هذه المحافظة الخيرة. 33,000 كيلومتر مربع مساحة هذه المحافظة، ثروات اقتصادية هائلة، يوجد التنظيم في الأجزاء الشرقية وفي بعض أحياء المدينة. اليوم منجز عسكري تحققه وحدات الجيش السوري في طرد هذا التنظيم، إضافة بطبيعة الحال إلى جانب اقتصادي أيضا لابد من الإشارة إليه، الثروات النفطية السورية تحديدا النفط الملح الطبيعي، ثم هناك الثروات الزراعية المياه نهر الفرات، كلها هذه سوف تعود لتضخ في الاقتصاد السوري والتي عانى السوريين في الواقع نتيجة غيابها 4 سنوات تقريبا عن موارد الدولة، موارد الخزينة، معاناة كبيرة. نتوقع يعني والترجيحات سوف تكون أن هناك منجزات وتغيرات، هذه المعركة ليست مثل ما قبلها، سوف يبنى عليها الكثير بكل المعاني وبكل محمد التطور. قبل أيام كنت عبرت، لو سمحت مجد يعني ممكن أتحدث لمحمد، كنت عبرت محمد قبل أيام أيضا في معركتي، عند معركتي فجر الجرود عند الجرود اللبنانية وأن عدتم عدنا، والتقيت بزميلنا محمد الساحلي عند الحدود اللبنانية السورية، وأيضا آنذاك كان هناك انتصار كبير على داعش. إلى أي مدى نحن أمام تكرار نفس المشهد ولا أي مدى نحن أمام تكامل في كل هذه العمليات؟ أنت عبرت الحدود آنذاك واليوم تعبر لتصل إلى نقطة البانوراما، تلتقي أنت وزميل مجد ليلى، ونذكر أتيتما من محورين مختلفين وكانت المعارك ضارية من المحورين. صحيح صحيح، هو لا يختلف أبدا في الواقع، هو انتصار كبير، انتصار عند الحدود، هو انتصار كبير، طرد هذا التنظيم الإرهابي من الحدود السورية اللبنانية، تأمين منطقة كاملة، إنهاء جيب في القلمون الغربي، يعني عودة الأمان والحياة إلى تلك المنطقة. اليوم في الواقع لا يقل أهمية هذا التطور، على العكس ربما بني أيضا على الانهيار الذي جرى هناك. داعش ينهزم هناك وينهزم
في هذه المنطقة بشكل واضح، وربما نحن أمام حالة اندحار. يعني هذا كلام لا يحمل انفعال بقدر ما يحمل قراءة واقعية لما يجري. داعش انهزم بفضل وحدات الجيش السوري، القوات الرديفة، كل الحلفاء، دعم الروسي، انهزم في تدمر، في السخنة، في آراك، في عقيربات، في حميمة، ثم في هذه المحافظة التي نحن الآن يتم أو نرافق وحدات الجيش السوري التي كسرت الحصار. هذه في الواقع المناطق التي نعددها على عجل تطلبت تضحيات، تطلبت دماء، تطلبت تخطيط عسكري كبير، تطلبت صبرا من السوريين بكل يعني بكل جغرافيا السورية حتى القضاء على هذا على هذه الآفة في الواقع في هذه المنطقة، ولا تزال على ما يبدو المعركة كبيرة وواسعة. محمد، وأيضا لو تتحدث، يعني أنت تسأل الزميل مجد ليلى ربما عن تجربته وهذا المحور الذي خاضوه، محور المطار، ورأينا بالأمس القصف العنيف والاستهداف العنيف والمعارك التي حصلت صحيح. مباشرة على الهواء. صحيح مجد، أنت أيضا رافقت الوحدات، رافقت كسر الحصار عن الفوج 137، ثم واكبت مع فريق الميادين الدخول إلى المطار وكسر هذا الحصار. يعني عن هذه التجربة التي تحمل الكثير في الواقع بالمعنى العسكري والإنساني وبالمعنى يعني هذه قيم الانتصار والتقدم. نعم زميل محمد، يعني هي كانت عملية فعلا يعني بمثابة التغطية الخاصة التي يمكن لأي صحفي أو أي أحد أن يغطيها. رافقنا مسير القوات العسكرية من محور ريف الطبقة أو ريف الرقة الغربي وصولا إلى مفرق الشولة، وأيضا باتجاه طريق الرقة وطريق عياش ودخولا إلى اللواء 137. في الحقيقة يعني هي كانت طريق شاقة للغاية للوصول إلى داخل مدينة دير الزور. هي كانت طريق محفوفة في بعض المناطق بالمخاطر. الجيش السوري سعى بشكل دائم ودؤوب على تأمين جوانب الطرقات التي يشقها للحيلولة دون عودة أي مسلح أو أي تهديد من تنظيم داعش لهذه المناطق. أما يعني بالأمس عملية فك الحصار عن مدينة أو عن مطار دير الزور العسكري، في الحقيقة يعني هي كانت يعني تغطية ذات شقين. الشق الأول هي يعني تحمل رسائل ومعاني إنسانية عديدة عندما تتحدث عن حيين مدنيين إلى جانب المطار محاصرين يعني تحت حصار خانق فرضه تنظيم داعش، منع عنهم أبسط مقومات الحياة وأبسط مقومات العيش في هذه المناطق. أيضا أنت تتحدث عن موقع يعني مهم جدا لكامل هذه المدينة وكامل هذه المنطقة من شرق البلاد. يعني هي فعلا كانت عملية يعني خاصة للغاية، يعني بتفاصيل خاصة للغاية، وكبنا تقدم الجنود بشكل مباشر، القصف المدفعي التمهيدي منذ البداية حتى النهاية، حتى يعني الوصول إلى حامية المطار. هو مجد يعني يخطرني في الواقع وفي هذه يعني ما هو أبرز ما لفتك خلال هذه التغطية؟ بالتأكيد هناك جوانب أخرى غير هذه العمليات العسكرية ذات الطابع الميداني الحربي، هل من مشاهدات لفتت نظرك في هذه العملية، في العمليتين بالأحرى، التقدم نحو المطار ونحو الفوج 137؟ نعم، عندما يعني دعنا نتحدث بالمشاهدات الإنسانية هنا في مدينة دير الزور كبداية. عندما دخلنا إلى المدينة يعني شاهدنا الفرحة العارمة لدى السكان المحاصرين هنا لأكثر من 4 سنوات تقريبا، يعتمدون على السماء في وصول الأغذية والطعام والإمدادات يعني الصحية والمعيشية لهم. يعني كان هناك يعني فعلا مشاعر مؤثرة جدا عندما كنا نشاهد الأطفال يتهافتون يعني إلى سيارات الغذاء التي أرسلتها الحكومة السورية ومجرد وصول القوات. طبعا أيضا عندما نتحدث عن الشق العسكري هنا في هذه التغطية، يعني بالفعل هي تغطية مؤثرة للغاية، لأنك على مرأى من انهيار لأكبر التنظيمات الإرهابية الموجودة في بلادك. يعني نحن كسوريين بالفعل عانينا من الإرهاب منذ 7 سنوات حتى يعني حتى اللحظة تقريبا، يعني حتى المرأة ربما لا يفصل هنا حتى بين جانبه، هذا الجانب الإنساني الشاعري الانفعالي وهذا العمل بمعنى المهني، بمعنى هذه التغطية الاحترافية المهنية في ظروف خطيرة للغاية. نعم، يعني كانت تغطية متكاملة
متكاملة متضافرة الجهود بين جميع الزملاء الذين عملوا على إنجاح هذه التغطية، سواء كانوا الزملاء هنا خالد سكيف ورضا زم يعني في تغطية الميادين من داخل مدينة دير الزور، أو أنتم يعني كفريق الميادين من خارج دير الزور. يعني كانت فعلا يعني تغطية تشاهد فيها أمور أو مشاهد يعني أو لحظات خاصة لا يمكن أن تعيشها في مراحل أو في أماكن أخرى أو في تغطيات أخرى أو في مفاصل أخرى من الحرب على سوريا. أنت تشاهد يعني انهيار كامل لتنظيم داعش في مدينة دير الزور، انهيار كامل لمسلحيه، أنت تشاهد يعني علامات وبشائر للنصر في كل جهة تنظر إليها في دير الزور، سواء كان من البوابة الشمالية التي دخلنا عبرها أو يوم أمس في عملية فك وكسر الحصار عن المطار، أو اليوم يعني في لقاؤكم أو اللقاء بكم على مدخل مدينة دير الزور الغربي مدخل البانوراما. بالفعل يعني حتى هو عبد الرحمن هناك جانب مهم يعني كنا نتتبعه أساسا في وجوه المقاتلين، وجوه مقاتلين الجيش السوري، العشائر، القوات الرديفة، الدفاع الوطني، كل هذه المكونات في الواقع هناك، خاصة في الأيام الأخيرة يعني هناك عمل ليل نهار للوصول إلى هذه النقطة. كان هناك اندفاع في الواقع مختلفة عن كل العمليات السابقة، يعني هناك في سباق مع الزمن، هناك توق لهذا العمل، هناك توق في الواقع لكسر هذا الحصار والوصول إلى هؤلاء المدنيين. نتحدث تحديدا عن هذا المحور، يعني أنا كنت ألاحظ ذلك كونني كنت أغطي هذا الجانب الجنوبي الغربي، محور دير الزور الذي سوف يعيد هذه المدينة للاتصال بالجغرافيا السورية الكاملة.